يقول البعض أن بروز القرص من وراء الخمار يعتبر من نواقض الحجاب، فهل ذلك صحيح؟ نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. والزينة زينتان: زينة الوجه الخلقية وزينة الوجه الكسبية، الأصباغ والمساحيق، ما يوضع على الوجه من التزيين، وكذلك الحلي. الله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وذلك أنهن كن يلبسن الخلاخيل بأرجلهن ويضفين الثياب، وبعضهن تضرب برجلها من أجل أن تسمع رجال صوت الخلخال، فنهيت عن ذلك إذا فيه من الفتنة. فكيف بالتي تبدي الخلخال أو تبدي القرب أو ما أشبه ذلك؟ هذا من أسباب الفتنة. أو تبدي الحلي الذي بذراعيها أو بأصابعها أو بكفيها، كل هذا من أسباب الفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.